خالد الحداد، باحث مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. طيب ايه اللي في البحر الاحمر اللي خلى الشعاب اللي عندنا تتكيف مع ارتفاع درجات حراره المياه في اماكن كتير حول العالم ما قدرتش ان هي تصمد مع الوقت؟ المراجين دي بيحصل ان هي بتموت. العلماء اجتهدوا في نظره كتير بتقول ان في البحر الاحمر يعني في انماط فريده من تدفق الرياح والمياه والتيارات، كل ده بيخلي ان يحصل عمليه تخفيف من اثار درجات الحراره المرتفعة ديت. وفي نظريات تانية درسوها علماء في كاوست في السعودية أمة الملك عبد الله وناس تانية برضو، إن في مكونات اللي هي الدقيقة اللي موجودة في أنواع المراجين المختلفة، المكونات البكتيرية الجينية المايكرو ألجي والطحالب برضو اللي عايشة مع المراجين، المركبات دي كلها ومكوناتها وتركيبها الجيني مختلف بعض الشيء عن مثيلاته في أماكن أخرى. فكل ده من الأسباب اللي هي المحتملة اللي هي بتخلي الشعاب اللي عندنا يكون عندها قدرة أو أكثر قدرة على التكيف. هو اللي هيحصل في 50 سنة أو 100 سنة الجايين على زي ما العلماء شايفين، يعني إن هتلاقي الشعاب المرجانية منطقة تلو الأخرى هتبتدي الشعاب عندهم تختفي أو يحصل لها مشاكل وتموت، إنما في السيناريوهات بيقولوا إن الشعاب المرجانية الموجودة عندنا في البحر الأحمر هتكون هي آخر المناطق اللي ممكن تتأثر، يعني إن عندنا الشعاب بتتأقلم مع التغيرات المناخية، درجات حرارة عالية وملوحة عالية. طب لو إحنا زودنا بقى الحاجات دي طبعا هنلاقي الشعاب قدرتها بتقل. التجربة دي في ناس عملوها في مصر وفي ناس عملوها في السعودية، تجارب كتير بتتعمل ان هو نشوف سيناريوهات في حالة ان زيادة حرارة، زيادة ملوحة، زيادة عناصر معينة من العناصر التقيلة، حاجات مختلفة، ايه اللي ممكن يحصل للمراجين يعني والحالة الصحية ليها يعني. تشديد على راجع محطات التحلية، خاصة ان في اتجاه للتوسع في موضوع محطات التحلية ده مهم قوي، وان امكن ان المياه دي ما ترجعش تاني للبحر بديم استخدامها في حاجة تانية يعني، يبقى ده هيبقى افضل طبعا.